مسعود باشا. يا حبيبي عامل ايه يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك عامل ايه؟ انا كله تمام. بقول لك عندي ليك فكره فقره تحفه. ده احنا نمشي فريق الاعداد كله عشان خاطر عيونك. لا، ما انا كلمتهم قبل ما اكلمك وفهمتهم هيعملوا ايه كويس. طب وايه المطلوب مني يا باشا؟ انا عايزك تتكلم عن مدرسه فاطمه اسماعيل. عايزك تتكلم عن التجربه دي، ان هي عظيمه فريده من نوعها، مثال يحتذى به كده يعني. هو حضرتك شريك فيها ولا ايه؟ حاجه زي كده. المهم يعني انا عايزك تسلط الضوء قوي على المدرسه دي. عايز كل الناس تتكلم عنها، انا عايز البلد كلها تركز مع مدرسه فاطمه اسماعيل. من عينيا. يا سلام، حضرتك تؤمر. اتفضل يا باشا، اتفضل. سلام. زي ما اتكلمنا قبل كده، الاسبوع ده هو بدايه العام الدراسي. آلاف الطلبة والبيوت بيكونوا في حالة استعداد قصوى، دي حاجة بتحصل كل سنة عادي، ولكن الجديد المرة دي في تجربة فريدة من نوعها. مدرسة جديدة فتحت ولكن غير بقية المدارس، فكر مختلف وأهداف مختلفة. المدرسة دي مدرسة فاطمة إسماعيل. في إيه؟ هو أنتوا مالكم؟ لا لا لا، أنا ما بحبش الراجل ده خالص، دمه تقيل جدا. بعدين انا شايفه ان احنا نقعد مع بعض على الزياده. ايه يا بابي، اخبار يومك ايه؟ زي الفل، قاعد جنب البنات الحلوين اهو. تجربه مدرسه فاطمه اسماعيل اكيد هتبان مع الوقت هي هتنجح ولا لا، ولكن المهم ان احنا عايزين نحيي القائمين على هذه المدرسه على فكرهم المختلف. اكيد حصل تخبط ومشاكل في الاول، في بعض اولياء الامور اشتكوا من بعض الحاجات، ولكن ده العادي، دي حاجة جديدة بتفتح وأكيد مع الوقت هذه المشاكل هتختفي. خلينا نعمل مداخلة مع مدير مدرسة فاطمة إسماعيل السيد القبطان عز الدين شركس. مساء الخير يا فندم، احكي لنا بقى عن التجربة وعن أهداف المدرسة. الهدف من المدرسة بلا شك هو تقديم تعليم جيد للطلبة مقابل سعر مناسب وغير مبالغ فيه. السطر اللي بقوله لحضرتك ده يبدو إنه سهل منال، لكن المشكلة إن أغلب المدارس الخاصة أو الانترناشونال في مصر أسعارها أصبحت مبالغ فيها خالص بشكل مش منطقي. بيحاولوا يكسبوا من كل حاجة وأي حاجة، من أول باص المدرسة، اليونيفورم، الرحلات، الحفلات، وكأن المدارس أصبحت مشروع استثماري بحت. فإحنا بقى جايين نقدم نموذج لتعليم جيد بمقابل معقول. نفسنا بقى نطلع أولادنا أسوياء يتعلموا بجد، مش مجرد حفظوا شوية كلام عشان الامتحان. ده حضرتك شيء عظيم جدا، بس اسمح لي بقى حضرتك، ممكن تشرح لنا آليات الموضوع ده على أرض الواقع عاملة إزاي؟ زوزو يلا حبيبي العشاء جاهز. أيوه يا روجي، حاضر أنا جاي حاضر. على العموم يا فندم، أنا هسيب حضرتك تكمل مع صديقي وشريكي مواجه التاريخ الأستاذ عصمت عجينة. هو رقمه 012-89-5-9. لا 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 يا فندم، لا ما بنقولش رقم على الهوا، معلش عشان استاذ عجينه كده هيتعجن بجد. لا خلي الكنترول هيتصل بالاستاذ عجينه دلوقتي هنعرف منه كل حاجه. مع السلامه. الو، السلام عليكم. لا هو انا كنت عايز بس اقول حاجه، هو احنا كعيله يعني مش جداد على التربيه والتعليم، ابا عن جد عن جد، حتى المدام الأستاذة هناء برضو موظفة في التربية والتعليم. أحسن حاجة في الدنيا إن يكون في ناس عارفة هي بتعمل إيه وعندها خبرة في المجال طبعًا. طب ثانية واحدة، ثانية واحدة، في حد عايز يكلم حضرتك، اتفضل. ألو، مساء الخير. مساء الخير. مع حضرتك فيروز عصمت عجينة، أنا صاحبة فكرة المدرسة. وعايزة أقول لحضرتك إنه مدرستنا مختلفة جدًا، يعني إحنا آخر حاجة بتهمنا هي الفلوس. يعني احنا مثلا عندنا اولياء امور كتير جدا لسه ما دفعوش الاقساط لحد دلوقتي، ومع ذلك احنا سايبينهم عادي يعني. يعني والله حضرتك ده حاجه نبيله جدا من حضرتك، واحب احييكي فعلا من كل قلبي. معانا مداخله مع الاستاذه دلال شركس احد مؤسسين مدرسه فاطمه اسماعيل. استاذه دلال اتفضلي. هاي اهلا بيك يا فندم. طبعا يعني في بعض المشاهدين فاكرين سوء التفاهم اللي حصل مع الاستاذه دلال، ولكن احنا مش حابين نروح للموضوع ده دلوقتي يعني.
ومكالمتها النهارده أكبر دليل وأحسن رد على أي حد بيقولوا إن إحنا بنفبرك ترند. أنا بس كان في حاجة عايزة أوضحها، إن أنا صاحبة فكرة المدرسة مش حد تاني. وفي تفصيلة بس بسيطة كده أحب إن أنا أقولها، إن أنا مدرستي هتبقى أهم مدرسة في مصر وهتكون عبرة لكل المدارس. أصلا حضرتك قصدك قدوة. قدوة. أيوة قدوة، وبكرة هثبت. على العموم بكرة فعلا الأيام هتثبت نجاح التجربة من عدم. يعني إن شاء الله يعني المكالمة الجاية لما نيجي نتكلم في التليفون نتكلم على قد إيه مدرسة فاطمة إسماعيل فعلا عرفت تعمل شوية تغييرات في منظومة التعليم. أعزائي المشاهدين إحنا هنطلع فاصل وهنرجع تاني على طول.